بالكوفيد ولا من غير كوفيد. معناها احترام التباعد في الجلوس في المقاهي في مش حاجه كبيره، مش حاجه باش غسل الايدي ديما، اجراءات سهله وهي تخلينا نتفاداو وضعية صعبة جدا كما نشوف فيه في بلدان مجاورة. اللي ناس وقدام السبيطارات ما يتخذهم باش يقولوا لا سامحني ما عنديش بلاص، ويقعد هو بالسخانة نتاع راقد على التطوار. الحالة لازم نشوفوا نحبوا مش الإجراءات نتاع لازم تلبس هذا على علاش؟ خاطر باش نحميك زاد من مشاكل كبيرة برشا. فهمت هذا؟ وتوا علاش زاد لازم الإجراءات هذه؟ خاطر ما تنساش احنا في مدخل الشتاء راهو باش تجينا ملحمة ثلاثية للفيروسات هذايا دون الكوفيد اللي باش يقعد معنا، باش تجينا نزلت غيب، باش يجينا التهاب القصيدات الهوائيه الرضع البونكيوليت، هذوما ثلاثه باش يتلموا علينا، لكن الاجراءات نفسه نتاع الكوفيد يحميونا من الاخرين. وكذلك اللقاح حسنا يلزموا حاجه خاصه، اللقاح هذا ضد الناس الوابده موجود وكل عام نجيبوه، والعباد ما يحبوش يظهروا. نجيبوا احنا في الاصل يلزم يقول لك باش توقف الناس الوابده من التفشي يلزم 10% من مجموع السكان يكون ملقح، معناها نقولوا احنا تقريبا 1,200,000 شخص. حاليا بقي معنا 400,000 شخص، معنا مازلنا في 3%، يلزمنا نوصل 10%. ولذلك اللقاح وطلبنا من السيد رئيس الحكومه باش يقراوا حساب باش يجيبوا لنا 1,000,000 جرعه ان شاء الله معناها تجي، يلزم العباد يلقحوا ويزيدوا يطبقوا الاجراءات على خاطر كان شي في الشتاء باش نوصل الوضعيه ربما تتفوتنا. وكما قلت لكم ما نحبوش نوصل نهار نشوفوا المنظر هذا، المنظر هذا نتاع ناس قدام السبيطارات يقولوا سامحني ما عنديش بلاصه. الموجه الثانيه اللي تتحدث عليها هوني دكتور حبيبه غديره، نجم نقولوا قلت لك هي ملحمه فيروسيه ثلاثيه، قلنا حتى بالفرنسي تريوم فيرال، دي فيروس ثلاثه مع بعضهم باش يجيو فرد وقت وتولي صعوبه كبيره. كي نلقوا علاش التلقيح مهم؟ عقيل اللي يجوا عنده علامات نقولوا هذا كوفيد، كان الناس كلهم ملقحه، كان مش ملقحين اللي يجي هو ينجم يكون الديب، اما الراسي اللي باش ناخذه في السبيطار من صحايبه كوفيد. وفي ساعه تتشل المنظومه الصحيه، فهمت كيفاش؟ ولذلك تطبيق الاجراءات والبروتوكولات وهل اللقاح هذا ما عادش لعبه، هذه مسؤوليه فرديه ومسؤوليه جماعيه ومسؤوليه الدوله، خاطر باش ما نوصلوش حالات وتشوفوا فيهم بعينيكم في التلفزه في بلدان مجاوره. راهو مؤسفه جدا، واجراءات ما فيها حتى شيء، اجراءات ماهيش صعب ماهيش صارمه، اجراءات معقوله منطقيه، اما شنو وعي مش موجود. التراخي هذا وحاصل وقاعدين نلاحظوا فيه الناس الكل، ممكن على المستوى الشعبي وعلى المستوى الاقتصادي، نحكي هوني على القهاوي كما تفضلت، المطاعم وغيرها. اليوم درستم ولا لا إمكانية فرض عقوبات على اللي ما يحترمش هالبروتوكولات الصحية الأساسية؟ شوف هو الجذر ثم إمكانية، لكن ما هوش الحل في الوعي. طيب ما تنزلش تحط وراء كل شخص عاون امن باش يثبت، خاطر هي امور متفشيه جدا، معناها تصرف متفشي، ما تنجمش قد ما تحط الشرطه كل تخدم، مش معقول، خاطر هي وعي ومسؤوليه والاعلام، لازم كل مع بعضنا نتعاونوا، كل معناها مسؤوليه فرديه نجموا نوصلوا، اما الامور الشرطيه مش تكون فعاله وتكون محدوده، فهمت؟ في معناها ساعات يكون تاك منطقه معينه نجموا تتفكر المنطقه بالامن وكل، خاطر لكن نجموا نوصلوا، اذا كانت تكثر حالات المنطقه تتفكر المنطقه. ما عادش نرجعوا للحجر الشامل مع شكون، لكن ممكن تعزل المناطق، كيفاش تعزل المنطقه وقتها الشرطه والجيش هذيك حاجه اخرى، اما بالنسبه للعموم الكامل والناس كلهم القاضي كله كذا قداش تحط انت شرطه؟ صحيح. وقداش تحط كذا؟ معناها يلزم المسؤوليه تاع كل انسان، كل تونسي يلزم يكون واعي، واحنا نجحنا راهو بالوعي من الاول، احنا ثبتنا في التحركات وقت الحجر الشامل كان محترم، توا فشويه فقدان الوعي شويه، معناها الناس اللي تشوف فيهم الحالات جاء مثلا من مكان منطقه حمراء ويخرج وخرج من الواج ومشى حضر في عرس، فهمت؟ يلزم والاخ يشجع فيه، ولا يجي مثلا مناطق حمراء يجي في المطار باش يمشي للحجر الجباري وفي المطار يبوسوا فيه يعنقوا فيه يا رسول الله، معناها فما حاجات بديهيه وشو يعرفوا، لكن علاش ما نعرفش، يمكن لازم اكثر وعي اكثر خدمه على الاعلام، لازم مع بعضنا نشوفوا حل المشكل، خاطر هذاك علاش المشكل كبير، نحاولوا بقدر الامكان تسليط الضوء على المساله هذه. بروفيسور حبيب غديره عضو اللجنه العلميه لمجابهه فيروس الكورونا، اذا على المستوى الخاص وعلى المستوى الشعبي صعيب كما قلت وتفضلت وهذا منطقي جدا.